لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يخبر ربنا تعالى أنه تقبلها من أمها نذيرة يعني منذورة. تقبل الله منها هذا النذر وتقبل مريم في العابدات كما أرادت أمها أن تكون محررة لله خالصة من عباد الله المخلصين. فتقبلها الله عز وجل منذورة كذلك وأنبتها نباتا حسنا على ما أرادت أمها. وأنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين. هذا يدل على أن النبات الحسن يشمل معنى حسن الجسم والشكل وكذلك حسن الخلق والطبع وحسن العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والشكل الحسن إذا كان بغير إيمان وصلاح كان ضررا على صاحبه، نعمة لا يشكرها ويسأل عنها، والسيمة في وجه المؤمن أعظم أثرا في القبول من مجرد حسن الشكل والمنظر. لكن جمع الله عز وجل لها الحسن في إنباتها كله، فهذا يشمل صحة أو سلامة أو حسن الشكل والمنظر وحسن الباطن والخلق والطباع والعبادة.
وهذا مما يستر الله لها به أن كفلها زكريا. فأولا هذا يدل على أن دعوة الأب والأم بالولد الصالح من آثار صلاح الولد ومن آثار القبول له عند الله عز وجل، لأن الله تقبل مريم منذورة من أمها، تقبلها بالقبول الحسن. والقبول الحسن، القبول من الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، أن يقبل الرب سبحانه وتعالى عبدا أن يكون مقربا عنده. فأن يوصف بالحسن تأكيد لمدى قرب مريم عليها السلام من الله عز وجل، وأنها منذ نشأتها وبدايتها وهي في منزلة عظيمة عند الله. فالقبول وحده أمر عظيم، إذا وصف بالحسن فهو يدل على تأكيد هذا القبول وعلى ارتفاع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وذكر الرب سبحانه وتعالى يعني في موضع الإضافة إلى يعني الضمير العائد عليها ربها، فيه معنى الإصلاح والعناية، فالرب هو المصلح لشأن غيره، فتقبلها ربها، فهو سبحانه وتعالى رب مريم ورب أمها بهذه الربوبية الخاصة في القبول والإصلاح والتسديد والهداية والتوفيق، والخصوصية في الإضافة، لأنه مثلا يقول تقبلها الرب أو تقبلها رب العالمين، إنما خصها بأن أضاف اسم الرب إلى الضمير العائد عليها، تقبلها ربها، الظاهر رب مريم عليها السلام، هذا فيه تشريف لها وتأكيد على صلاحها، كما كان في قول الله عز وجل عن السحرة رب موسى وهارون تشريف لموسى وهارون وتكريم عظيم لهما، وذلك بذكر هذا الاجتباء والتخصيص. وفي المواطن المختلفة في القرآن التي يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ربك باسم الرب المضاف إلى يعني ضمير الخطاب العائد على النبي عليه الصلاة والسلام، في كل المواطن فيه معنى العناية والرعاية والإصلاح والتسديد والهداية والتوفيق. فالإنسان في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى بهذا الإصلاح الخاص وهذه العناية الخاصة. وفي قوله عز وجل وكفلها زكريا، وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا، ما ذكره ابن كثير رحمه الله من الفائدة العظيمة، وهي قوله وقرنها بالصالحين من عباده، تتعلم منهم العلم والخير والدين، فلهذا قال وكفلها زكريا. كفلها زكريا، هذه القراءة بمعنى كان زكريا هو الكافل لها، فزكريا فاعل قام بكفالتها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، إذا فاعل كفل الله عز وجل، زكريا مفعول به ثان، كفل الله مريم زكريا، وفيها معنى أن الله الذي يسر أن يكفلها زكريا. وقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة هذه الكفالة، وهي كيف أن علماء وصلحاء بني إسرائيل تنافسوا على كفالة مريم، لأنها كانت بنت عالمهم وإمامهم عمران رضي الله تعالى عنه، فتنافسوا بإلقاء أقلامهم في النهر من يجري قلمه عكس تيار النهر ويبقى ولا ينجرف مع التيار هو الذي يكفل مريم. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة، فيسر الله عز وجل أن يكون أصلح الصالحين في زمان نبي الله زكريا هو الكافل لمريم، يقول قرنها بالصالحين من عباده، تتعلم منهم العلم والخير والدين. وهذا من يعني تيسير الله الخير لعبده المؤمن، إذا نشأ أن ينشأ في بيئة صالحة،
ووسط الصالحين، والإنسان يتأثر بما يراه من عبادة الصالحين ومن أخلاقهم الحسنة، فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وأنت تجد آثار صحبة ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم مدة وجيزة في علم ابن عباس وخلقه وعبادته. وإن شئت أكثر فقل يعني المثل الأعلى قدرا، علي بن أبي طالب نشأته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى جعله بالمنزلة العالية المعلومة. وهكذا تجد دائما في سير الصالحين أحدا من أهليهم وأقاربهم أو مخالطيهم عموما تأثر به تأثرا عظيما، حين يراه يصلي، حين يراه يعني يخالق الناس بالخلق الحسن، يعلم الناس الخير، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. فهذا تيسير من الله عز وجل. في قراءة كفلها منة جديدة من الله عز وجل على مريم وهي بعد في صغر سنها. والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. قال في قراءة وكفلها زكريا أي جعله كافرا لها، منصوب على المفعولية. قال ابن إسحاق وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غير أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك، ولا منافاة بين القولين، يعني لا منافاة أنه هو الذي أخذها عنده وكانت يتيمة. يقول وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وهما ابن الخالة، وإذا بابني الخالة عيسى ويحيى. هذا هو الصحيح أنه كان زوج أختها، لكن أهل الكتاب يقولون زوج خالتها. يقول ابن كثير وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، يعني أن يكون زوج خالتها ويطلق على ابنها، يبقى هي زوج خالتها تكون هي يعني أن يكون يحيى بمنزلة وعيسى بمنزلة ابن الخال، من باب التوسع، كما تقول مثلا عن ابن عمك وابن أو عن ابن عم أبيك أنه ابن عمك، يمكن أن يقال ذلك لأنه ابن عم أعلى. لكن الظاهر ظاهر القرآن الذي لا نتركه لمجرد أخبار أهل الكتاب أنهما أن عيسى ويحيى ابن خالة، أن عيسى ويحيى ابن خالة، فعلى ذلك تكون في حضانة أختها، كانت مريم في حضانة أختها وزوج أختها زكريا، وتكون أمها قد وضعتها عند أختها من أجل زكريا عليه السلام لتتعلم منه ولتتأدب بأدبه ولتستفيد من صحبته. يقول فعلى هذا قد يقول وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا، هو ابن خالة، وإن كان ابن وإن كانت إن كان زكريا زوج خالتها ما بالتوسع. يقول فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر ابن أبي طالب، وقال الخالة بمنزلة الأم، حديث في الصحيح. لكن هذا ليس دليلا على ما في هذه القصة. قال ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. شرف المؤمن في عبادة الله وظهور كرامته في أماكن عبادته، تلك الأماكن التي تحبها التي تحبه ويحبها، فهي
عليها السلام في موضع عبادتها وكرامتها كانت يأتيها من الله عز وجل الكرامات، كان زكريا يتفقدها في محل عبادتها، كلما دخل عليها تكرر ذلك، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن مجاهد وجد عندها رزقا قال علما أو قال صخفا فيها علم، رواه ابن أبي حاتم والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. هو صحح الأول لكثرة القائل به، والظاهر والله أعلى وأعلم أنه كان عندها الرزق الحسن الدنيوي والديني، فقولها هو من عند الله هو يدل على ورود الرزق الديني الذي هو التوفيق والعلم من الله عز وجل، بالإضافة إلى الرزق الدنيوي من الفاكهة في غير موضع ظهورها من الله سبحانه وتعالى. وورود الطعام لدى الصالحين وتكثيره له نظائر، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. روى الحافظ أبو يعلى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال يا بنية هل عندك شيء آكله؟ فإني جائع. قالت لا والله بأبي أنت وأمي، هو أبوها عليه الصلاة والسلام. الحديث في ضعف من رواية ابن لهيعة. فلما خرج من عندها بعثت إليه جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها، وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي، وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام. فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليها، فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هل أمي يا بنية؟ قالت فأتيته بالجفنة فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهدت وعرفت أنها بركة من الله، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله وصلت على نبيه صلى الله عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بنية؟ قالت يا أبتي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حتى شبعوا جميعا. قالت وبقيت الجفنة كما هي، قالت فأوزعت ببقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. قال ابن كثير في البداية والنهاية هذا حديث غريب إسنادا ومتنا، وكان يكفي في ذلك ما ثبت في الصحيح من تكثير الطعام طعام الأضياف مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه
كلما أكلوا لقمة نبتت من تحتها غيرها حتى صارت البرمة أكثر مما كانت. وتكثير اللبن الذي شرب منه 80 من أصحاب الصفة مع أبي هريرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكد، كان لا يكفي إلا أبا هريرة، تمنى أبو هريرة أن يكون سد بهذا اللبن جوعه وحده. وكذلك رزق الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث جمع الأزواد وكل أتى بكسرى وتمر يسير ونحو ذلك كوم من الطعام، كفى الله بها الجيش كله. فهناك أمثلة عديدة في مسألة الرزق في الطعام من عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما يحتاج إليه من أن فاطمة شبيهة بمريم عليها السلام، فيستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، وفي بعض الروايات وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث ثابتة في هذا المعنى بكثرة. فالشاهد من هذا أن مريم عليها السلام نسبت الفضل إلى الله عز وجل، وبناء على أن مريم ليست بنبية فيكون في القصة دليل على إثبات كرامات الأولياء. والكرم بتوفيق الله لشهود النعمة هو أعظم كرامة، أن يشهد الإنسان أن النعمة من الله، لم يستحقها بنفسه ولا بعمله ولا بعبادته ولا أنه هو الذي أتى بكسبه، وإنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. فما كان من خير فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وشهود أن هذا الأمر متكرر في الوجود: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إثبات مشيئة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يضيق رزقه على عباده، وأنه سبحانه وتعالى يسعهم ولا يخاف إقلالا ولا أن ينقص من عنده شيء سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء عطاء واسعا دون أن يحاسبه، وهذا فضله عز وجل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهكذا، وفي هذا الموطن خصوصا، تمنى زكريا الولد ودعا ربه عز وجل به لما رأى من صلاح مريم ومن كرامتها على الله عز وجل ومن علمها ومن شهودها فضل الله ونعمته. وهذا أعظم ما يتمناه المؤمن، أن يكون ولده من عباد الله الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يوفقنا لمن يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.